محمد انجار ابن عبد الغفار کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اس پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں. قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا, قرآن کی آغاز ہو محفل کا, کہ اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تفرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما والأمر